رئيس الوزراء يشيد بتصنيف فيتش الائتماني لمصر. مجلس الوزراء ينعي طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي. بروتوكول تعاون بين الاتصالات والهيئة العربية للتصنيع لتطوير الخدمات البريدية. وزيرة التخطيط تؤكد أن ريادة الأعمال هي الأساس للعديد من الاقتصادات. بتنسيق بين الهجرة والرياضة، الجاليات المصرية تشارك في برنامج 30 يوم تحدي. أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بما أعلنته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن الإبقاء على تصنيف مصر عند بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعها بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، مؤكدا خلال ترأسه لاجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرنس أن هذه رسالة تؤكد استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري الوطني. وفي بداية الاجتماع نعى مجلس الوزراء الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة والذي وافته المنية أمس بعد مسيرة ثرية بالتفاني والعطاء وخدمة الفقراء، حيث قال رئيس الوزراء إن الطبيب الراحل محمد مشالي سيظل حاضرا رغم المغيب وسيظل قدوة ونموذجا لشباب الأطباء وعلامة مضيئة في سجل أبناء هذا الوطن. شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الطراس عبر الفيديو كونفرنس توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للبريد بهدف تطوير الخدمات البريدية، كما تم الاتفاق على تصنيع 50 سيارة قبل نهاية هذا العام تشمل سيارات لنقل الأموال المصفحة بالمواصفات القياسية وكذلك سيارات بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM. بدوره أكد وزير الاتصالات أن البروتوكول سيسهم في الدفع بعمليات تنفيذ خطة تطوير البريد. أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن ريادة الأعمال هي الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات حول العالم، موضحة أن الشركات الناشئة يميزها تضافر الجهود من العناصر ممثلة في التكنولوجيا والابتكار والطلب المتزايد من قبل الشباب على المساهمة الفاعلة في مجال الأعمال. جاء ذلك خلال إطلاق مشروع رواد 2030 وجلسة نقاشية عبر الفيديو كونفرنس بعنوان فرص ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال حاضنة الذكاء الاصطناعي AIM. انطلاقا من حرص مؤسسات الدولة على الاهتمام بالرياضة، تشارك الجاليات المصرية بالخارج في برنامج 30 يوم تحدي والذي أعلنت عن تنظيمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. في هذا الصدد أشارت وزيرة الدولة للهجرة سفيرة نبيلة مكرم إلى أن عملية التسجيل شهدت مشاركة نحو 150 شابا من أبناء المصريين بالخارج في 20 دولة. تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. في أمان الله.